أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ومغفرة وأجر كبير. وأسيروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا رحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسرك. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور. أفمن يمسي مكيبا على وجهه أهدى أمن يمسي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو للذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين.
قل إنما علمها عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحيما فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مؤتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطوف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اجروا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذا نادى وهو مقبول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Kazzabat Samudu wa adum bil-qari'ah. Fa'amma Samudu fa'uhliku bit-tagiyah. Wa'amma adu fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنات عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما كانوا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت الخافية يا ليتها كانت الخاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وإنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على العالمين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه قال
innaha lazo nazza wa ma fil ardi jami'an summa yuji in kala innaha lazo nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun wa inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun wa alladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bataghu wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa'adihim ra'un walladzina hum bishahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa anil shimali izin ayatma'u kullu mri'im minhum ayyud khala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariki wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadaruhum yakhudhu wa yalabu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسراطهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا
تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رصدا وأنا لمسنا السماء وأنا من المسلمون ومن القاسطون وإنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخشا ولا رهقا وأنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا يخاف بخشا ولا رهقا وأنا لما قام عبد الله ولن أجد من دونه مرتهدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات من ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذا
darani wal mukadzibina ulun na'mata wa mahilhum qalila inna dayna anka lawajhima fatama da gusati wa adaban alima yawma tarjuful ardu wa jibalu wa kanat jibalu kasibam mahila inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa asa fir'aun rasula fa khadana wahda wa bila فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ نَصِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ Alima lan tusuh fatawa alaikum faqra ma tayassara min alquran alima sayakunu minkum mardha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra ma tayassara min wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dham ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal muddasir Kum fa'andir Rabbaka fakabbir Wasiyabaka fatahir Warujizza fahjur Wala tamnun tastaksir Wali rabbika fasbir Fa'idha nukira finnakur Fadhalika yawma idhi yawmun ansir Alal kafirina ghayru yasir Darani yawman khalaqtu wahida Waja'atu lahu ma'lam mamnuda Wabanina shuhuda Wamahadtu lahu tamhida Summa yatma'u an azid Kalla innahu kana li ayatina anida Sarhikuhu sa'uda Innahu fakara qaddar Fakutila kaifa qaddar Summa kutila kaifa qaddar Summa nazar Summa basa basar Summa dabara astakbar Faqala in hadha illa sihru yu'sar In hadha illa qawlul basar Sauslihi saqar Wama adara kama saqar La tubqiyu law لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا فذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Allah wal qamar wal layli idha adbar wa subhi idha asbar innaha lahida kubar nadira lil bashar liman sa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin mimma kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyawmiddin hatta atana yakin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum an tadhkuratin mu'ridin kanahum humurum mustaghfirah farat min qasarah bayuridu kullu mri'in minhum ayyuta sufan munasarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innaha tadhkirah fama syaa dhakarah wama yadhkuruna illa insya'a Allah wa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah Bismillahirrahmanirrahim La uqsimu biyawmil qiyamah Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah Ayahsabul insanu allan najma' idhamah Bala qadirina ala an nusawiya banana Bal yuridu insanu yafjur amamah Yas'alu ayyana yawmul qiyamah Fa'idha barikul basur Wa khusafal qamar Wa jum'i asyamsu wal qamar يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل الإنسان على نفسه بصيرة قالوا ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا با تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيسوى الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمساج نبتليه فجعناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنس خضر واستبرقوا وحلوا وساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان شيئكم مذكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فاصبر على ما يقولون هجرا جميلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفص وما أدراك ما يوم الفص ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نطبيهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر القلقص كأنه جماعة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إنا متقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا قليلاً إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم.
bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.